جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: محبكم في الله السوداني، كان عندي مصحف وكنت شغال في الغنم ونسيته في مكان الأغنام، أكلت منه حوالي 10 ورقات، والآن الباقي عندي، ماذا أفعل به؟ وهل أكون في ذلك آثما؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أما الإثم فلا تأثم إذا لم تفرط، وإنما نسيته وأكلت منه الأغنام بدون أن تفرط أو تتهاون فإنك لا تأثم في هذا، ولكن ينبغي العناية بالمصحف الشريف وبصيانته وحفظه. وأما ما بقي من المصحف إذا كان ينتفع به ويقرأ منه فإنه ينتفع به، وإما أن تقرأ به أنت أو تضعه في مسجد أو تهبه لمن يقرأ به ولو لم يكن كاملا، ولو بقي فيه سور أو أجزاء ما دام يمكن الانتفاع به وقراءته فإنه ينتفع به. أما إذا تمزق وصار لا ينتفع به فإنه يجب إما أن يدفن في مكان طاهر أو يحرق حتى لا يعرض للإهانة، حتى لا يعرض للإهانة والابتذال، إما أن يدفن في مكان طاهر وإما أن يحرق صيانة له عن الامتهان. نعم.